امتحان الكولن ولقيت سؤال على اعلى درجه من الاهميه اللي هو هيباتك انكيفالوباثي. هيباتك انكيفالوباثي دي بين قوسين كده، هيباتك انكيفالوباثي قلتها قبل كده كتير، فاز يعني ديزيز، انكفلو يعني برين، هيباتك يعني ليفر، يعني ده عيان عنده برين ديزيز نتيجة الليفر، يبقى ليفر وقع البرين. ازاي بيحصل الكلام ده؟ باثوجينيسيس، ازاي لما الليفر بيقع بيبوظ البرين؟ نمرة واحد، ازاي لما الليفر بيقع بيبوظ البرين؟ الإجابة كالآتي. نمرة واحد توكسيك سبستنسز كالآتي، كده الليفر وكده البرين وكده الانتستن. وعندنا هنا في الانتستن توكسيك سبستنسز، مفعول ايه التوكسيك سبستنسز دي اللي في الانتستن؟ موجودة فينا كلنا، تأثير البكتيريا على البروتينات اللي انت بتاكلها. في بروتين بيتاكل، في هنا نورمال ليفنج بكتيريا، النورمال ليفنج بكتيريا بتشتغل على البروتين وتطلع توكسنز، التوكسنز دي كان المفروض يروح على الليفر، الليفر يعمل لهم دي توكسيفيكيشن في غياب الليفر او لان في شنط التوكسنز دي هتعيش. الخطوره كلها لو عاشت التوكسنز دي تلف الدب تلف عايشه، اشمعنى عاشت؟ يعني لا في يا اما مفيش ليفر يكسر، يا اما في باي باس عن طريق حاجه اسمها شنط. شنط ده اللي هو بورتو سيستميك شنط، جه منين؟ لان في بورتال هايبرتنشن. المهم خلاص ان التوكسنز دي عاشت. التوكسنز دي لما تعيش تروح على باب البرين. لو فضل التوكسنز دي انها تعدي الباب برين بارير بقت جوه المخ، تعمل مصيبه في المخ نمره واحد. مين دول التوكسنز؟ نمره واحد امينز وامونيا. الاثنين دول نتيجه الايفكت بتاع البكتيريا على البروتينات. الامينز دول الكابتن والسيروتونين بيبهدلوا البرين. ثاني حاجه الامونيا، الامونيا بتعطل كريب سايكل اللي هي بتديك الطاقه تقع المخ، يبقى ده نمره واحد تاثير التوكسنز على البرين. انت لما تيجي تعالج العيان عنده الباتيك انكيفالوباثي، لا عايز اشوف بروتين ولا عايز اشوف بكتيريا، على طول مفيش فيها كلام. اهم حاجتين بالنسبه لك كنت بتعالج معايا الباتيك انكيفالوباثي، تخلص من بروتين تخلص من بكتيريا. تخلص من البروتين ازاي؟ دايت، الدايت تبقى قليل البروتين جدا ما فيهاش بروتينات. وازاي تتخلص من البكتيريا؟ تدي حاجه تطهر المصارين البكتيريا، انتي بايوتكس عشان تنظف المصارين البكتيريا. ممكن كمان تعمل انيما، انيما هعمل حقنه شرجيه عشان اتخلص من الانتستاينال كونتنس عشان البكتيريا ما تلاقيش حاجه تشتغل عليها. يبقى انا لا عايز اشوف بروتين ولا عايز اشوف بكتيريا، التوكسنز دي عاشت راحت على باب البرين، دخلت البرين عملت امونيا وامينز، الامونيا دي بتعطل الكريب سايكل، والامينز دي من كابتان وسيروتونين فيري توكسيك على البرين سيلز. بس خلي بالك، يبقى معنى كده برضه ان انا احب ادور على دواء لو كان عيان في حاله هيباتيك انكيفالوباثي وفي غيبوبه يقلل الامونيا، في دواء يقلل الامونيا. لكن برضه في حاجه ثانيه، ان الامونيا والامينز دول بين قوسين نيتروجينس كومباوندز. نيتروجينس كومباوندز، هل في مرض ثاني غير الليفر سيل فيلير بيزود النيتروجينس كومباوندز في الليفر نتيجة إن هم قاعدين في الدم اللي دي رينال فيلير. رينال فيلير دي أنا خرجت عن الدرس، رينال فيلير لما بتقع الكيدني بيحصل حاجة اسمها أزوتيميا. أزوتيميا دي مشهورة ما خدناهاش لسه في الكيدني، أزوتيميا دي معناها زيادة نيتروجينس كومباوندز نتيجة رينال إمبيرمنت. بس الدرس مش كيدني، درس ليفر. يبقى ده الإفكت نمرة واحد توكسيك كومباوندز. نمرة اثنين معروف قوي لما أعمل علامة إكس كده على الليفر، الليفر ده مشهور قوي مسؤول عن الميتابوليزم بتاع الامينو اسيدز. بيحصل خلل في الميتابوليزم بتاع الامينو اسيدز، ازاي؟ قالوا لما الليفر بيقع بيحصل ديستربنس في الميتابوليزم اللي دي بيزيد حاجه اسمها اروماتيك امينو اسيد وبيقل حاجه اسمها برانش تشين امينو اسيدز. الخلل ده بيترتب عليه. انت عارف ان الامينو اسيدز دول داخلين في تصنيع نيورو ترانسميترز. فلما بيزيد الاروماتيك وبيقل البرانش تشين امينو اسيدز بيختل النيورو ترانسميترز. وانت عارف ان المخ شغال بالنيورو ترانسميترز. لما يختل النيورو ترانسميترز في البرين للاسف بيزيد حاجه اسمها فولس نيورو ترانسميترز زي الدوبامين، وبيقل النورمال نيورو ترانسميترز زي النور ادرينالين والدوبامين. انت لما تيجي تعالج يبقى تحب تعمل ايه؟ هتحب تديله ده نظريا، اديله ده اللي هو اللي ناقص برانش تشين امينو اسيدز، جربوه بس ما ينفعش. برانش تشين امينو اسيدز. هتحب ان انت وانت بتعالج ان انت تديله دوبامين.
لان الدوبامين والنورادرينالين ده نورمال نيورو ترانسميتر قال جربوه ما نفعش. بس هي فكره لما ده بيختل وده داخل في تصنيع نيورو ترانسميترز بيزيد ابنورمال الجابا. الجابا ده انهيبيتوري نيورو ترانسميترز، فالعيان بيبقى عنده اتجاه ان هو يجيله غيبوبه. الجاما ماينو بيتريك اسيد ده انهيبيتوري نيورو ترانسميتر. اخر حاجه بتحصل عند العيانين دول هايبوكاليميا والكالوز، مشكله كبيره. الهايبوكاليميا والكالوز بيزودوا الامونيا، بيزودوا تصنيع الامونيا. ما خدناش كيدني. نمره 2 يخلي التوكسنز تعدي البابري بارير بسهوله. حد يعترض يقول طب والهايبوكاليميا والكالوز زادوا ليه؟ في سؤال في الكتاب ليه بيزيدوا الهايبوكاليميا والكالوز؟ هنقولها ان شاء الله في الريفيجن، حضرها لحد لما نقولها. يبقى ده الباثوجينيسيس، ازاي العيان اللي عنده ليفر سيل فيلير بيجيله هيباتيك انكيفالوباثي. اهم حاجه في الهيباتيك انكيفالوباثي مربع كبير قوي يقول البريسيبيتيتنج فاكتورز، يعني مين عيان الليفر سيل فيلير اللي يروح على هيباتيك انكيفالوباثي او كاتب المنظر ده. كده ليفر سيل فيلير انكيفالوباثي فاتح انكيفالوباثي، واخد سهم كده واروح قايل كرونيك ستيت acute state neuropsychiatric acute on top of chronic question mark. اللي يخلي عيان ليفر سيل فيلير ماشي متلصم يقلب حاله acute اسمها انكيفالوباثي. ايه اللي حصل هنا؟ موجود في الكتاب حاجات كتير قوي، مربع كبير طويل طويل عريض. لازم وانت بتعالج عيان ليفر سيل فيلير انت وهو تحاول تبعد بقدر الامكان عن البريسيبيتيتنج فاكتورز لاي واحد منهم كفيل، نقلب العيان من كرونيك ليفر سيل فيلير فقط لتاثير اكيوت على المخ. نمره 1 اول حاجه خالص اللي هي بعض الحاجات زي الميديكيشنز وميتابوليك وميسيلينيس في ماتش نيتروجينس دول. ايه ماتش نيتروجينس دول؟ يعني في زياده نيتروجينس كومباوندز في الدم، اكل البروتين زياده. نمره 1 هاي بروتين دايت، تنبه على البيشن ده اللي لازم لو بروتين دايت، يعدي عليه اخصائي التغذيه يديله لو بروتين دايت. لازم لما الدايت تكون قليله، لسه قايل من شويه مش عايز اشوف بروتين خالص. البروتين ده لما بيزيد في الدم بتشتغل عليه البكتيريا وتطلع التوكسيك كومباوندز اللي هم الامونيا والامينز اللي هم بين قوسين نيتروجينس كومباوندز. يبقى نمره 1 الحاجه الخطيره جدا في العيانين دول ناكل وجبه بروتين زياده. نفس الفكره بالظبط هقولها ان شاء الله في كتاب الكيدني اجلها، بس خلي بالك هنا ممنوع ياكل بروتين. وجبه البروتين بتمثل وليمه للبكتيريا، البكتيريا هتشتغل عليها وتطلع لك توكسيك كومباوندز. 1 2 كونستيبيشن، يعني كونستيبيشن معناها فرصه اكتر للبكتيريا انها تشتغل على الانتستاينال كونتنتس. انت مش عايز كونستيبيشن خالص بدليل انت بتعالج عندك حاجه اسمها انيما عشان اطهر الانتستاينال كونتنتس عشان البكتيريا ما تلاقيش حاجه تشتغل عليها. يعني ولا 3 غريب جدا في الموضوع، مكتوب هنا كونستيبيشن تحت في اخر الصفحه مكتوب ضريعه الاثنين بالبريسيبيتيك هيباتيك انكيفالوباثي فالكونستيبيشن انا فاهمها الضريعه ازاي اجلها شويه. ثاني حاجه كونستيبيشن، ثالث حاجه ازوتينيا. ازوتينيا ده عيان عنده رينال امبيرمنت. هو اذا كنت انت اصلا عنده ليفر امبيرمنت والليفر وحش والليفر وقع وعنده الدم فيه نيتروجينس كومباوس وبتزودها بحاله رينال كمان امبيرمنت، يبقى اذا العيان معاه كمان ازوتينيا بتزود فرصه ان يجي له هيباتيك انكيفالوباثي. ونبقى 3 أو 4 بليدنج تندنسي. اشمعنى بليدنج تندنسي؟ معناها كده بالمنظر بليدنج تندنس، يعني بالذات جاله جي اي تي بليدنج. جي اي تي بليدنج ده حاجه مهمه، اقول لك كده ده الليفر وده الانتستن وجاله ريسز نزف بليدنج فيريسز. اول حاجه بليدنج فيريسز دي معناها تساوي ان الضغط وقع، لما ينزف يبقى الضغط يقع. هايبوتنشن دي معناها تيشو هايبو برفيوجن، يعني الدم مش واصل كفايه للتيشوز، يعني مش هيوصل كويس ده للبرين لا للكيدني ولا الليفر. يبقى الليفر يقع اكتر والكيدني تقع اكتر، يبقى ازوتينيا. يبقى اول مشكله نقص تيشو برفيوجن بليدنج فيريسز هايبوتنشن، يعني ياثر على الليفر وياثر على الكيدني على الاثنين ليفر وكيدني. اهم من كده بكتير ان لما العيان نزف دم في شويه دم خرج في الشارع، بس في شويه دم نزل هنا في الانتستين. شويه البلاد اللي نزل في الانتستين نزيه نتيجه البليدنج ده يعتبر وجبه للبروتين لا وجبه للبكتيريا. البكتيريا كانك اديت وجبه بروتين. البلاد اللي نزل في الانتستين ده كانك اديته وجبه بروتين.
اشتغل عليها البكتيريا وتطلع توكسنز، يبقى انا عندي جي اي تي بليدنج، يقع الليفر. يبقى خلي بالك نمره واحد ماتش نيتروجينس دول، يعني في النهايه زودت النيتروجينس كومباوندز، لان انت هنا لما تنزل نقطه دم او اكتر تشتغل عليها البكتيريا تطلع نيتروجينس كومباوندز اللي قلنا عليهم امونيا وامينز، نمره اثنين. ميتابوليك ديس اوردرز هايبوكاليميا والالكالوز، ما لسه قايلها الهايبوكاليميا والالكالوزز دول متهمين ان بيزودوا الامونيا اللي هي مضره على المخ، ومتهمين ان بيخلوا التوكسنز تعدي البلاك برين بارير اسهل. طب ايه اللي جاب هايبوكاليميا والكالوز؟ ده سؤال على اعلى درجه من الاهميه واجابته كذا حاجه. هنجمعها ان شاء الله في الريفيجن، لكن في سؤال كمان ان العين دول يجي لهم هايبوفوليميا وهايبوناتريميا. طب الاثنين دول بمفعول ايه؟ مفعول الدايريتكس. انا عندي اسايتس قد كده. بتعالج انت الاسايتس بتاعته قد كده بتديله الدايريتكس. طب احنا خدنا السايد افكت بتاع الثايزايد والفلوزمايد كان بضمنها هايبوناتريميا. عمال يطرد ميه فيجي له هايبوفوليميا. طب ايه التاثير الضار بتاع نقص صوديوم ونقص فوليوم؟ هايبوفوليميا وهايبوناتريميا التاثير الضار ان بيعمل هايبوتنشن. فالهايبوتنشن هتعمل تيشو هايبوبرفيوجن بنفس الفكره. ثالث حاجه دراجز ادويه ممنوع العينين دول اديهم دايريتكس. لو اديتهم دايريتكس ده يعتبر بريسبيتيتي فاكت. اشمعنى؟ انا لسه قايل لك الدايريتك هيعمل مين الاربعه اللي فوق؟ الدايريتك هيعمل مين من الاربع حاجات الميتابوليك هيعمل الاربعه؟ طب احنا خدنا الثايزايد والفلوزمايد كان من ضمن السايد افكتس بتاعهم هايبوناتريميا، وطبعا هيعمل هايبوفوليميا ويعمل هايبوكاليميا ويعمل هايبوكلورينيك الكالوزس. يبقى الدايريتك ثايزايد الفلوزمايد هيعمل اربع مشاكل دول هيبريسيبيتيت انكفالوبيا. هتقول لي طب ايه اللي خليني افكر اصلا اديله دايريتك؟ ما لازم افكر اديله دايريتك، انا عنده اسايتس قد كده. نمره اثنين، اذا كنت هتديله مهدئات سيرتيف او ناركوتكس، راح يقول لي طب ايه اللي خليني اصلا افكر ان اديله سيرتيف او ناركوتك؟ العيان ده بتاع الهيباتيك انكفالوبيا عنده سيفير ايريتابيليتي، والانتابيليتي بتاعته بيبقى عنيف واجريسيف جدا جدا لدرجه ان هو بيتخانق مع الحكيمه، ممكن جدا جدا يعورها والابره تفلت منه وتخش فيها ويجيب لها هيباتيتس اجريسيف جدا لدرجه ان انت ساعات تضطر تربط العيان ده في السرير عشان ما يبقاش اجريسيف. فعشان كده بتديله مهدئات، ما اقدرش اديله مهدئات. السيداتيفز ممنوعه زي الدايزابام، والناركوتكس ممنوعه زي المورفين. لو كان ولا بد ومضطر في السيفير انتابيليتي استحاله اقدر اديله مورفين، لان الاثنين دول بيعتبروا الاثنين ناركوتكس على المخ. المخ مش ناقص في زياده جاما ماينو بيوتيريك اسيد. اوريدي المخ بيعاني هنا في الهيباتيك انكفالوباثي من ان الجابا زياده، والجابا زياده ده مش عامل ستيميليشن للبرين، ده بالعكس ده عامل انهبيشن للبرين. العيان ده يبتدي يدروخ ويروح على الدي سي ال وكوما، فمش ناقص كوما، فانت مش عايز حاجه تعمله انهبيشن، ده انت عايز حاجه تعمله تفوقه. ما اقدرش اديله سيرتيف وناركوتيك هنا، امال اديله ايه؟ تمنع عنهم الاثنين دول. لو كان ولا بد مضطر تديله فيري 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 سمول دوز اوف دايزيبام لو كان اريتابل جدا. اخترعوا قالوا طب ما احنا ممكن نفكر ندي حاجه اسمها بنزو دايزيبين انتاجونست، يعني حاجه تعاكس الايفكت بتاع الدايزيبام. البنزو دايزيبين انتاجونست فكرتها في العيانين دول ان العيان ده مدروخ بفعل الجابا، فانا ممكن ادي حاجه تفوق. جربوها ما نفعتش. الخلاصه في الادويه دول ان دول كونترا انديكيتد. لو انت جالك عين عنده ليفر سيل فيلير ما تفكرش تدي له دايريتك من نوع ثايزايد ومن نوع فلوزمايد، لان هيعمل ميتابوليك تشينجز دول. ما ينفعش تفكر تدي له سيدتيفز لان هيخليه دروخ اكتر. لو فكرته كان متوتر قوي يبقى فيري سمول دوز اوف دايزيبام ودايوت كمان، اذروايز يخش في هيباتيك انكفالوبيا. انت عايز اي حاجه؟ عنده ايه؟ عنده ده موضوع تاني. التوكسنز اللي موجوده عنده هي المسؤوله عن الاريتابيليتي، مالهاش دعوه. الجابا دي بيعمل انهبيشن في درجه الوعي. درجه الوعي دي في سكه والاريتابيليتي في سكه ثانيه. الاريتابيليتي دي اجيتيشن، دي خناق، عند متوتر اجريسيف عنيف. ممكن اسمها ايريتابل كوما. ده هو السؤال المفروض يكون ازاي ايريتابل كوما؟ ايريتابل كوما معناها ان ابتدت درجه الوعي تقل لكن في نفس الوقت ايريتابل جدا، مفيش اي تعارض. ليه؟ لان الكوما مش دايما تكون 3 على 15، لو كان 3 على 15 ما اقدرش اقول ان عنده ايريتابيليتي.
لكن لو كان عين 7 8 9 ل 15 يعني يا دوبك ملخبط شويه ممكن هو ملخبط يبقى اجريسيف جدا. بينج اجريسيف حاجه ودرجه الوعي حاجه ثانيه. درجه الوعي بتتاثر بالجابه لكن الاجريشن ده بيتاثر بالتوكسنز اللي على البرين زي السيروتونين وزي الامينز. ده موضوع ثاني خالص. رابع حاجه من ضمن البريسيبيتيتنج فاكتورز حاجات بسيلينيس نمره 1 infections of spontaneous bacterial peritonitis. Spontaneous bacterial peritonitis واحدة من الـ common infections في عيانين الـ liver cell failure. ده عيان بيجي له infection في البريتونيوم. اعرف ان الـ infections على العموم والـ spontaneous bacterial peritonitis على الخصوص بيخلي العيان بتاع الـ chronic liver cell failure يقلب انكفالوباثي. اشمعنى؟ لأن احنا لسه قايلين من شوية ان الـ infections دي بتعمل ستريس على الـ liver cells فبتوقع الـ liver cells بسرعة. لان الليفر هو اللي بيقاوم الانفكشن. نمره 1. نمره 2 سيرجري بالذات العمليات البايباس. سنه جايه تعرف ان بيعملوا حاجه اسمها بايباس سيرجري في العيانين دول. ليه؟ انا اقول لك كده بالمنظر ده العيان بيبقى عنده دي بورتال سيركيوليشن ودي سيستميك سيركيوليشن. اوريدي لما حصل بورتال هايبر تنشن فتح شانس بين ده وبين ده مثلا فيرسز. فبيعملوا عمليات جراحه يعملوا هو شنط عمليه جراحه شنط الدم من البورتال يوديه على السيستميك. ميزه وعيب. الميزه ان يقلل الضغط في البورتال سيركيليشن عشان بيرحلوا على السيستميك لكن على حساب انه بيسهل مرور التوكسنز من البورتال للسيستميك والبرين موجود هنا. فمعنى كده ان التوكسنز بتعدي اسرع. يبقى انت لما تسمع في السنه الجايه على عمليات البورتو سيستميك شنط ميزه وعيب. ميزه ان يقلل الضغط في البورتال سيركيوليشن على حساب ان عمل شنطنج من للتوكسنز من البورتال للسيستميك فعمل خطر على المخ انكفالوباثي. ثالث حاجه سيفير فوميتنج وداريه. طب الاثنين دول نتيجه ان مع الفوميتنج وداريه بيفقد بوتاسيوم. لوس اوف بوتاسيوم والبوتاسيوم ده مكتوب انه لو حصل هايبوكاليميا هتبريسيبيتيت هيباتيك انكفالوباثي. بمعنى كده لو سالك في الامتحان مين البريسيبيتيتنج فاكتور للانكفالوباثي في العينين دول كونستيبيشن ولا دايريا؟ اقول له الاثنين كونستيبيشن ودايريا. انا مش عايز العين ده ولا كونستيبيتد ولا دايريا. رابع حاجه ان العين ده يعمل تعمله تابنج اوف اسايتس. ممنوع اعمل العين ده تابنج اوف اسايتس. تابنج اوف اسايتس لو سحبت تابنج اوف اسايتس عيان انكفالوباثي يبقى تعمله سيفير ديتيريوريشن لان التابنج بتاع الاسايتس بيقلل البوتاسيوم الموجود. حد يعترض يقول لي لا ده بيسحب البوتاسيوم الموجود في الاسيتيك فلويد. ما هو لما يسحب البوتاسيوم الموجود في الاسيتيك فلويد يبقى بعد شويه هيسحب بالدم. لان انت سحبت اللي في بطنه اللي في بطنه بعد كده هيسحب بالدم يبقى في النهايه هيسحب برضه من البلط. اربعه او خمسه ترانسفيوجن اوف او ستورد بلود. انت لما تبعت وانت نايم تبعت امتياز في عيان عنده هيباتيك انكفالوباثي وعيان عمال ينزل دم وتجيب له دم عشان تدي له دم عشان يبقى يعالج الشوك الموجود تاكد عليه ان في الريكوست المكتوب ان العيان ده عنده هيباتيك انكفالوباثي. يعني لو ما كانش هيباتيك انكفالوباثي وطلب دم ممكن بنك الدم يدي له اي دم حتى لو متخزن. لكن العيان ده بالذات ما ينفعش ياخد دم متخزن لازم ياخد دم لسه طازه دلوقتي. اشمعنى؟ لان الستور بلاد فتره طويله يبقى ريتش الامونيا. اوريدي العيان ده عنده مشكله مع الامونيا. خلي بالك من الكلام. ممكن اي عيان بياخد نقل دم ياخد ده نقل دم ياخد كيس دم متخزن الا العيان ده لازم ياخد فريش بلاد لان ستور بلاد ريتش الامونيا. اخر حاجه اسمها التيبس. التيبس دي عمليه شنط بيعملوها كده بالمنظر ده. عندنا جوه الليفر في قلت المره اللي فاتت في بورتال سيركيليشن ولا في سيستميك سيركيليشن؟ في بورتال وفي سيستميك. في بورتال وفي سيستميك سيركيليشن. طب اوريدي لو كان ده بورتال ولو كان ده سيستميك يبقى احنا عارفين ان الضغط عالي هنا في البورتال. فمن ضمن الحاجات اللي بيعملوها عشان ما يعملوش عمليه حاجه اسمها تيبس. تيبس دي مش عمليه. تيبس دي اختصار ترانس هيباتيك ترانس جاجلر انترا هيباتيك بورتو سيستميك شنط. اقولها بعدين ان شاء الله في الاسايتس. ترانس جاجلر يدخل قسطره عن طريق الرقبه
جاجلر فين. عن طريق الرئه بفوق هنا قسطره جاجلر فين توصل لحد هنا فاسمها ترانس جاجلر. انترا هيباتيك جوه الليفر بورتو سيستميك شنط فبيعمل توصيله كده. قسطره تخش تعمل توصيله بين البورتال والسيستميك عن طريق انها تسيب ستنت يخش جوه هنا ويعمل ستنت بين البورتال والسيستميك. ميزتها ايه وعيبها ايه؟ ميزتها ان بيرحل البريشر من البورتال للسيستميك. عيبها ان بيخلي التوكسينز تعدي بسرعه من البورتال للسيستميك. كانك عملت عمليه بس دي مش عمليه دي قسطره بتخش عن طريق الرئه جاجلر فين ومن الجاجلر فين لحد الليفر تحط ستنت بين البورتال والسيستميك اسمها تيبس ترانس هيباتيك سوري ترانس جاجلر عن طريق جاجلر انترا هيباتيك جوه الليفر بورتو سيستميك شنطي ستنت موجوده. لو بصيت على درس الاسايتس هتبص على درس الاسايتس كده تلاقي التيبس دي موجوده. بص عليها كده تلاقي من ضمن علاجات الريفراكتوري اسايتس من ضمن لاينز اوف تريتمنت اوف ريفراكتوري اسايتس لاينز اوف تريتمنت اوف ريفراكتوري اسايتس تيبس تحت. اقراها كده اختصار ترانس جاجلر انترا هيباتيك بورتو سيستميك شنط. ميزتها ان بيرحل الضغط من البورتال سيركيليشن للسيستميك سيركيليشن. بس ده هيبقى على حساب ان ممكن يعمل هيباتيك انكفالوباثي. ليه؟ لانه بيسهل مرور التوكسنز من البورتال سيركيليشن للسيستميك سيركيليشن. اوكي. في كل الصفحة الطويلة العريضة دي بتاعت الـ precipitating factors of hepatic encephalopathy في كل الصفحة دي الـ most common and most important and most dangerous precipitating factor for hepatic encephalopathy اللي معناها إن ده أخطر واحد وأكثر واحد common وأكثر واحد مهم بيخلي عيان اللي عنده liver cell failure يقلب hepatic encephalopathy بيخلي العيان اللي عنده ليفر سيل فيلر بيأثر فيه على البريك الموست كومن في كل الصفحه دي والموست دينجرس وسيريس بتخض منه جدا هو جي اي تي بليدنج. جي اي تي بليدنج هو اهم واحد في كل الصفحه دي. جي اي تي بليدنج كارينج فيري 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 باد بروجنوزس لو كان عنده ليفر سيل فيلر وجاله جي اي تي بليدنج معرض جدا 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 يروح على هيباتيك انكفالوباثي قلنا موجود في الصفحه دي. ممنوع اقرب للعيان ده ولا بتاكنج اوف اسايتس ولا بدايريتكس ولا تابنج اوف اسايتس ولا دايريتكس. طب انا خايف من تابنج اوف اسايتس من انه هيسحب بوتاسيوم وخايف من الدايريتكس انه يسحب بوتاسيوم برضه. كونستيبيشن ينفع، دايريا ينفع، ازوتيميا، دراجز، انفكشنز، سيرجري، ترانسفيوجن لدم متخزن، لازم يبقى الدم فريش بلاد. كل الصفحه دي اهم واحده على الاطلاق هي جي اي تي بليدنج. اتفضل عندي بعد كده كلينيكال يجي لنا في عنوانين حاجه اسمها بري كوما وكوما. ها؟ نقص بوتاسيوم، الفوميتنج والدايريا بيهرب بوتاسيوم. بوتاسيوم ازاي بيعمل هو والهايبوكالينيا؟ مكتوب عندك ان الهايبوكالينيا والبوتاسيوم بيخلي عادي التوكسنز تعدي الدار برين بارير بسهوله ويقلل الليفل يزود الليفل بتاع الامونيا. هايبوكالينيا موجوده عندك. من ضمن الاسباب بيتفضل عندي بعد كده طب كلينيكال يجي لنا بايه؟ في عنوانين في الكتاب ما بين بري كوما وكوما هما درجتين. مكتوب في الكتاب كوما من النوع الايريتابل كوما زي ما قلت لك من شويه. ايريتابل كوما دي ما فيش تعارض بينها خالص بين كلمه ايريتابيلتي وبين كوما لان مش معنى ان كوما ان 3 على 15 لا خالص. كوما دي ممكن تكون دي سي ال 7 8 9 على 15 اهم كلمه على الاطلاق في العيانين دول انه درجه الوعي وهي بتقل مصاحب ليها سيفير اجيتيشن. حضر دايما لامتحان الريتن وامتحان الاورال اسباب الايريتابل كوما اسباب كتير ما جمعناهمش خدنا منهم حاجه واحده بس اللي هي هناك في درس الهايبوجلايسيميك كوما في الدايابيتس بتبقى ايريتابيلتي لان هناك في سيمباثيك اوفرول يبقى هو ما قلتش غير اثنين الهايبوجلايسيميك ودي لكن هما في كمان اربع حاجات مالناش دعوه بيهم دلوقتي. ده واحد. اثنين الاول بيجي له بري كوما. بري كوما يعني ما قبل الغيبوبه يبقى عنده حاجات بالحروف احفظها سليب ديستربنس وسبيتش ديستربنس. طب سليب ليه؟ لان التوكسنز دي بتعطل السليب سنتر اللي في الهايبوثالاموس بتعمل ديستربنس خلل
في السليب سنتر اللي في الهايبوثالاموس ما بين سومنس وما بين انسوميا، يعني ينام كتير يا ما بينامش. واحد اثنين سبيتش ديس اوردر، ايه الفرق بين مونوتون سبيتش وسلور سبيتش؟ ده افكت على البيزال جانجيا وده افكت على الموتور سيستم. السلور سبيتش ده موتور قلناها قبل كده، والمونوتون سبيتش ده بيزال جانجيا، نعم ده اكسترا بيراميدال قلناها قبل كده. اباثي سلو سيريبريشن، يعني تركيزه يقل وتفكيره يبقى بطيء جدا، توكسيك افكت على مركز التفكير. اباثي استريكسس اللي هي فلابين تريمورز، احنا قلنا اسباب الاستريكسس في كتاب الشست دانس ريسبيراتوري فيلير، وقلنا ان الاجابه بتاعتها ميتابوليك انكفالوباثي على العموم واورجان فيلير على الخصوص، واهم اثنين اورجانز اللي جايهم هم برين وليفر، هم الليفر والريسبيراتوري، ليفر والريسبيراتوري، ليفر والريسبيراتوري. Disorientation to time, place and persons، يعني تلاقي عنده مش عارف هو فين ومش عارف هو مين اللي بيكلمه ومش عارف الزمن ايه والمكان ايه. Disorientation، واهم حاجه كمان disturbed behavior، تلاقي في حاجه غريبه جدا عنده، بيتصرف تصرفات childish attitude، وعنده severe irritability. طيب احفظ دايما للامتحان حاجه اسمها West Haven criteria في جدول في الكتاب. الجدول ده ما فيش فيه غير انه متحفظ، اللي هو بيقول لك اربعه grades في السيفيريتي، واحد لحد أربعة، تلاحظ إن آخر درجة دي كوما. وبعدين في تقسيم على حسب الإيكولوجي اللي هيباتك إنكفالوباثي لـ A وB وC، إيه الفرق بينهم؟ بص، نمرة واحد، هيباتك إنكفالوباثي C، C دي سيروسس أو كرونيسيتي، اللي هي لسه قايلها مش فاكر. يعني هيباتك إنكفالوباثي واقف واحد سيروتك، B مش كده. B ده عيان عنده باي باس، يعني إيه باي باس؟ يعني اتخلق عنده اورتو سيستميك شنط من غير ما الليفر يكون فيه مشكله. طب وده يعمل ايه انكفالوباثي؟ طبعا يعمل انكفالوباثي، لان لو كان الليفر ده سليم كويس جدا، بس ده الانتستن وده البرين، لو التوكسنز اللي جت ما عدتش على الليفر وراحت على البرين مباشره هتعمل هيباتيك انكفالوباثي. طب وهو الشنط ده بيحصل في عيانين عندهم باي باس، يعني ايه عيانين عندهم باي باس؟ يعني عيانين اتخلق عندهم بورتال هايبرتنشن. يعني البورتال هايبرتنشن دي هتخلق شنط بين البورتال وبين السيستميك، يعني ما تعديش على الليفر يوم ياثر على البرين. مين ده العيان اللي عنده باي باس على شرط الليفر سليم بالهرزه؟ بالهرزه البورتال هايبرتنشن. طب احنا قلنا الحصه اللي فاتت ان الهرزيز مالهاش علاقه بالليفر سيروسس، الهرزيز بتعمل بس فيروسس وبتعمل بورتال هايبرتنشن، لكن لا بتعملش سيروسس خالص، لكن ممكن تعمل باي باس. اي باي باس، اي باي باس دي للهرزه، سي سيروسس، اي اكيوت. اي اكيوت يعني ايه؟ ده الدرس بره الدرس، ما خدناش الدرس ده خالص. acute liver cell failure، الدرس بتاع النهارده كله كله chronic liver cell failure. لو اقول acute يبقى انا هقول acute fulminant liver cell failure. انت لما تروح على درس acute fulminant liver cell failure يقع الديفينيشن بتاع acute liver cell failure من غير انكفالوباثي. لو ما قلتش انكفالوباثي مع الديفينيشن بتاع acute liver cell failure يقع الديفينيشن بتاع acute liver cell failure. طب بص كده على الدرس بتاع الاكيوت فال من الليفر سيلفير. ايه رايك كده الدرس اكيوت فال من الليفر سيلفير؟ بص على الديفينيشن بتاعه، لازم تشوف في الديفينيشن بتاعه. اكيوت اكيوت اكيوت. فهو على حسب كونفنشن حصل في 1998 قالوا تقسيمه اي وبي وسي على حسب الايتيولوجي. يتفضل عندي بعد كده واحده من اهم كلينيكال فيتشرز بتاعت الليفر سيلفير اللي بتنزل في امتحان الكلينيكال.